أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى عبد الأمير يار الله أن أكثر من 25,000 من مسلحي داعش قتلوا في معارك في تحرير الموصل على مدى 9 أشهر. وأضاف يار الله في إيجاز صحفي بثه التلفزيون العراقي أن القوات المشتركة تمكنت أيضا من تدمير أكثر من 1,000 سيارة مفخخة وإسقاط 130 طائرة مسيرة، فضلا عن تدمير أكثر من 1,500 عجلة لمسلحي داعش.